في جولة جديدة من تهديدات هذا كييف، حددت شركة الغاز الروسية الحكومية غازبروم بوقف شحنات الغاز الطبيعي لأوكرانيا ابتداء من الثالث من الشهر المقبل إذا لم تسدد كييف مسبقا ثمن شحنات الغاز عن الشهر نفسه، لأن الديون المترتبة عليها بلغت 3.5 مليارات دولار. وكالة أنترفاكس الروسية نقلت عن نائب وزير الطاقة الروسي أناتولي يانوفسكي قوله أن روسيا تصر على أن تدفع أوكرانيا ثمن الغاز مقدما اعتبارا من شهر حزيران المقبل، على أن يكون الدفع المقدم شرطا لا مجرد اقتراح من قبل موسكو، مع مرور الأجل الممنوح لأوكرانيا لتسديد دفعة من ديونها المستحقة في 7 مايو الجاري. تهديدات غازبروم تؤشر على تصعيد في الحرب الاقتصادية التي سعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لتفاديها، لأن ربع حاجات دول المكونة له من الغاز تأتي من روسيا، ويهدد وقف شحنات الغاز الروسي لأوكرانيا باضطرابات في إمدادات دول الاتحاد على غرار ما حصل في العامين 2006 و2009. وردا على هذا التصعيد، أبدت أوكرانيا رغبتها في سداد ديونها المستحقة لموسكو إذا خفضت الأخيرة سعر الغاز إلى 268 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وهو السعر القديم عوض السعر الحالي والبالغ 485 دولارا، وهو أعلى سعر تبيع به غازبروم الغاز مقارنة بباقي عملائها في أوروبا. تصعيد يأتي في أعقاب تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشتري الغاز الأوروبيين الشهر الماضي من أن الإمدادات قد تتعطل إذا قلصت غازبروم الإمدادات إلى أوكرانيا، وذلك في ضوء حقيقة أن أوكرانيا أهم دولة يمر منها الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.